السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجات أنا جاوبتها تقريبا الإجابة مش مظبوطة، فلغيت منها لغيتها وهعيدها تاني. فأول حاجة عندنا السؤال بتاع رقم مجموعة 30، أجب عن سؤال واحد فقط: ما المقصود بالنورات وما المقصود بالغلاف الزهري؟ طبعا النورات هي النورة تجمع الأزهار على المحور الزهري في تنظيمات متنوعة كما في الفول. أما الغلاف الزهري فأنا قلت الكاس والتويج والكلام ده، لكن هو الحقيقة الغلاف الزهري هو عندما يصعب تمييز أوراق الكأس عن التويج في أزهار معظم نباتات الفلقة الواحدة مثل التوليب والبصل، فيعرف حينئذ المحيطان الخارجيان اللي هو الكأس والتويج مع بعض بالغلاف الزهري. دي الإجابة المطلوبة في السؤال.